امبارح جت الساعة 12 جلنا الصبح ناس من تبع الجيش طلعوا على المنصه، فالناس افتكرتهم ان هم مش تبع، يعني ايه هم تبع الجيش، وقالوا ده جايين يحكموا. فالناس قالت لهم انزلوا احنا مش عايزين عسكري. فقالوا لهم يا جماعه احنا ناس سيبنا الجيش وانضمينا عشان اللي بيحصل في الجيش، وقعد يحكوا اللي هو عن المشير طنطاوي واللي بيحصل في الجيش، ويا جماعه احمونا. راحوا سابوا المنصه دي، حصلت بقى مشاكل على المنصه دي، كل واحد يعني ايه وضاي يطلعوا مش عارف ايه، حصلت مشاكل. راحوا جايين على المنصه الثانيه وقالوا بالناس بقى، قالوا يا جماعه احنا طالبين حمايه. راحوا الناس عملوا خيمه هنا ونص هناك ودخلوهم وحطوهم وحطينا وكانوا انا كنت في ظهر الخيمه بتاعتهم. كم واحد؟ هم كانوا ساعة يعني في الأول كانوا 7-8 حاجة كده على بالليل. لا عقيد وهو لازم وكانوا بيقولوا كده، بس أنا ما أعرفش أصلا. المهم الجمعة على بالليل كانوا 15. احنا بقى كنا هنا في الصينية وقلنا ان احنا نعمل لجان شعبية، بقينا وقفنا قفلنا المدخول قفلنا المداخل دي كلها على الساعة 12. في واحدة كانت ملازم بنت كانت ملازم يعني ايه، وخدوها في يوم حاجة 8 او كده، راحوا مقدمين منها سلامة سلاح وكانت من امنة ليها. على الساعة 12 كده قالوا لنا الميدان متحول الجيش كل الدولة. شوية كده على الساعة 3 أنا رحت، قلنا بقى لما يجي حظر التجول خلاص. حظر التجول كان الساعة 2، قلنا مش هيحصل حاجة بقى ويسكنوا للسوق. جت على الساعة 3 إلا ربع كده اتلاقينا الجيش دخل علينا هنا وفيهم ناس منسمة. احنا وقفنا قالوا يا جماعة قولوا سلمية، الجيش قال قولوا سلمية، قعدنا نقول سلمية سلمية وهنا احنا كتير. فجأة هنا سمعنا ضرب نار ضرب نار ضرب نار كتير جدا بالتزايد. بعد كده ما بقيناش جم علينا، راحوا مهاجمين علينا ما نعرفش بيطلعوا منين. الميدان ده كله بقى متحور فيه، جرونا الناحية دي، احنا كنا بنحمي البتاعين، جرونا وفضلوا يجروا ورانا وقالوا لي، وانا قلت لهم اقتلوني، انا فتحت لهم البتاع قلت لهم اقتلوني، انا اهو اقتلوني. رحت قدام ويجري ورايا يقول لي هقتلك. الناس يقولوا ومشونا بقى. المهم مشونا لغايه ما ودونا عند الجامع هنا، وراحوا ايه احنا ما بقيناش نرضى نخش، احنا واقفين هنا عند الجامع وفي البتاع كده، مش عايزين نسيب الناس هنا. الميدان هنا بقى كله عساكر، مفيش ناس، يعني الناس كلهم بقوا هنا في الصينية وعساكر. وقالوا وبقى ضرب بقى ضرب، تسمعي ضرب طلق نار طلق نار طلق نار، مفيش فرصة. بعد كده واحنا واقفين هناك راح اللي هو كوم اللي هو القوات برضه محاصرنا بقى، مش عايزين نعدي الناحية دي. فبقول له لو أمك أو أختك كانت كده، قول لهم أختي مش تقف هنا. قلت له لا، لو أمك وأختك مش حالتهم واسطة كان جم وقفوا هنا معانا، لو ما لهمش حد كان جم وقفوا معانا هنا. راح بقى يزعق يقول لي انا مش مأمور ان انا اتعامل مع مدنيين، انا ما اعرفش اتعامل مع مدنيين وعايز يضربنا، انا بتعامل مع 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 الجيش مع اسرائيليين او اتعامل مع يهود. راحت واحده قالت له ليه ما بتتعاملش مع مراتك واختك ولا امك؟ راح خلى اقنع الناس ان هم تودينا هنا. احنا بقى واقفين كل شويه يقولوا لنا هاتوا دكتور، ضرب بقى نار ضرب 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 نار ضرب نار بطريقه. وقالوا لنا حظر التجول بقى بعد ثواني، شفنا قوات داخله قوات بتاع جيش، وبعديها قوات امن مركزي، وبعديها قوات امن مركزي. احنا شفنا الامن المركزي وانا اقول ايه الكلاب اهم، وانا نهتف ضدهم وانا نهتف ضد الجيش. راحوا بقى جم هنا بعد
بعد قالوا لنا الحظر التجول لغايه الساعه لغايه الساعه 10 هما بتوع الجيش. فجاه بقى على بعد الفجر على الساعه 6 كده او 6 وربع كده لقيناهم بقى بينسحبوا والجيش ماشي بيلم نفسه. دخلنا الميدان هنا لقينا اشلاء ناس والاسعاف شايل ناس وناس متصابه. انا كنت برضه متصابه في رجليا ضربني ورجليا كلها زرقاء ما بقتش لما شفت الاشلاء الناس انا ما قدرتش اكل. ضربوني ضربوني من البتاع بتاعتهم من البتاع السن بتاع السمك بتاع جينا بقى جينا هنا لقينا اشلاء ناس والاسعاف عمال يجيب ناس. قالوا لنا بقى ان ثلاثه من هم الصعوبات اتقتلوا وهي المدرعه دي دست على طفله موتتها واحد تلاقينا كبد هنا في البتاع ده قالوا ده كبد بنت واشلاء بقى بس كانوا حاطينها في الزباله ومخبيينها. مين بقى الولع العربيه دي؟ الجيش هم العربيتين وكان عايز يدخلوا البرتقيه هنا في الميدان عشان يقفل الجامعة. فروحنا احنا روحنا حاملين. المهم ان احنا اصحابنا بقى بيتصلوا بينا من المستشفيات قولوا لنا ده كذا في الانعاش ده كذا مات حالات كثيره فوق ال 200 حاله. احنا بقى خلاص بقى يعني بس ده كل اللي حصل. احنا بقى فضلنا هنا وقلنا مش هنروح.